السلام عليكم شباب، معاكم أيمن المهندس وفيديو جديد. ما عليك سوى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. بهذا الدرس راح نتطرق للبرنامج الثاني من الداونلود، واللي هو تول، داونلود تول. هذا البرنامج خاص للي عندهم ويندوز 7، ويندوز 8 يريد يحوله الى ويندوز 10، ويندوز اكس بي يريد يحوله الى ويندوز 10، واضح؟ او يريد يخلي يضع الويندوز بفلاشة او سي دي او دي في دي، وبعدين يستعمل هذه الفلاشة او السي دي او الدي في دي بفرمتة حاسبات ثانية. خلينا نشوف شلون ننزل هذا البرنامج. راح نضغط على داونلود تول ناو، كليك يسار، تفتح لنا نافذة لخزن البرنامج، نعطيه سيف. راح يبدي يتحمل. برنامج جدا سهل، فقط تعتبر نافذة للوصول الى البيانات عن طريق الانترنت، واضح؟ هذا التول قدامك. راح ابدي انصبه لهذا البرنامج، راح اعمل دبل كليك، يبدي البرنامج تظهر لي هذه النافذة. ننتظر بعض الوقت. إلى أن يبدي يحمل. طبعا هذا الانتظار حسب قوة الانترنت وايضا مواصفات الحاسبة. طلعنا هذه النافذة، نضغط accept موافقة. ننتظر إلى أن نتحمل البيانات. طبعا ما راح أقطع من الفيديو حتى يكون عندك واضح. راح يطلع لك اختيارين، upgrade this PC now اللي شرحناها بالدرس السابق، يعني بإمكانك عن طريق هذه التولز تسوي أبجريد للحاسبة مالتك، أو create installation media USB flash drive DVD or ISO file. راح أسوي ISO file حتى أخزنه بالحاسبة مالتي. مطيق خيارات افتراضية اللي هي اللغة الإنجليزية و edition Windows 10 والاركتكتشر مال معمارية الحاسبة اللي هي 64 بت. راح نوخر هذا علامة الصح، الاشياء اللي نقدر نغيرها مثل اللغة نقدر نخليها لغة عربية، واضح؟
والنواة ممكن خليها 32، ممكن بوث، ممكن 64. فأنت حر، خلي بوث، طي نيكست. عندك يو اس بي، خلي يو اس بي بالحاسبة حتى ينتقل له على الأقل 8 جيجا بايت، أو إذا ما عندك يو اس بي خليه على شكل اي اس او فايل، وبعدين سوي له حرق لليو اس بي او الدي في دي لاحقا. واضح؟ طي نيكست، راح يعطيك رساله يقول لك وين تخزنه، باي موقع تخزنه. راح اخزنه على سطح المكتب. واضح؟ ديسكتوب، وانتظر الى ان تكمل البروجرس الى ان تصير 100%. الان اكتمل، راح يعطيك رسالة pouring the ISO file to DVD. تسوي له pouring او تريد تخزنه تخليه على مكانه ISO. واضح؟ عندك موجود، تنقله على الدي في دي او على الفلاشة. اذا ما عندك تطي فينش، راح تبقى هذه النسخة ممكن تحرقها بأي وقت. واضح؟ عملية جدا سهلة وما تستغرق وقت من عندك. إذا عجبكم الدرس لا تنسون الاشتراك، ونشوفكم في فيديو ثاني ودرس جديد ومعلومات جديدة. مع السلامة.